안녕 친구, welcome to the new video in my channel. اليوم ما درتش يدي حيتاش هزت الطبسيل قتواني. اليوم غدا المدرسة ان شاء الله. ما عمري ما درت فلوق في المدرسة. بغيت نديرو اليوم بما انه اليوم دايرين شهيوات. مهم كما شفتو في الفيديو اللي حطيت لكم في الاول اللي ما فهمتو فيه والو، كان يا استاذ صايبو شي حاجه مالحه. حس واحد النهار كان صايبو شي حاجه حلوه بحال الكريب بحال داكشي. انا ما صايبت والو، ما عرفتش شنو كان كطالع لي الدم، وكنت باغا ندير كلات مغربيه بحال كسكس بالدفايه وبحال هكا. من بعدا ما مشيتش المدرسه. دابا عاوتاني عطانا كان الاستاذ تجيبوا شي حاجه مالحه، خاطر راجلي صايبت بحال البيض بحال هكا في الفران. المهم الاكله ديالها، وانا صايبت معقوده. ايوا المعقوده باش عصباتني. المفروض من نصايبها نحطها مني، يعني نكورها من يدي من الطحين للزيت. انا مشيت خليتها، من بعد ما جيت نهزها من بلاطو بدات كتلصق ليا. مهم ما كاينش مشكل، نخلي حتى مشيت للقسم ونشوف واش تعجبهم ولا لا، واش يقولوا لي خايبه ولا لا. سو نخليكم على الفيديو. المهم لقيتوني في المدرسه. هذه المدرسه ديالي، هذه المدرسه ديالي، وغادي نوريكم الارجاء والاقسام وداكشي. هذا خاص بالدراري الصغار. من بعد هاد الاقسام كاملين كيكونوا من ديال التركيين كيقراو هنايا، يعني كيدير دوامات من ديال الصغار. المهم ادي انايا نوريكم المدرسه. اوبا دي المدرسه من برا نجي بحال هكا، وهذه هي انا. المهم بالنسبه للبنات اللي سولوني نحبوا بقاو غير شويه، بقاو غير هذوك اللي انا قشرتهم، ما شويه تحيد هادو. متاكده من الحبوب من ديال الشيبس، كناكل شيبس بزاف دابا. كان ودابا القسم كنا كنقادو تجهيزات من ديال القسم ديال الحلاوي. البنات واحد اخرين مشاو يجيبوا الماكله، وهذا مكان نخليكم مع التجهيزات. ما نقدش نصور لكم القسم كامل، حس كاينين يعني كاينين البنات ما كيقدوش بينو، ما كيبينوش وجههم وكذا. نتوما عارفين التقاليد وداكشي مختلف، داكشي علاش نوريكم غير شويه شويه شويه. من ها اليوم نوريكم المدرسه، ومن ها نوريكم الروتين اللي كندير. كنفيق ثم بلا ما كنبغيش نوريكم، كنفيق كنغسل سناني كنغسل وجهي، حس كلشي كيدير بحال هكا. وهذه صاحبتي كدير لكم سراني. ياه في المدرسه كنت كنلعب. المهم هنا كتكون كره السله، ولهيها كتكون كره الرجل يعني كره القدم. من بعد هذه المدرسه من هنايا. المهم كل فصل شكون كيقرا فيه، كاين اللي كيقرا فيه التركي كيقراو التركي، كاين الحضانه اللي كيخليو ولادهم هنايا، وكاين حنايا كنقراو اللغه. واكثرين في القسم كاين سوري اوزباكي افغاني، هاد ثلاثه. انا الوحيده اللي مغربيه، وفي الاول كتحابهم حتى انا عندي شي ضغوطات في المغرب، حيت ما التجؤوا لتركيا وكذا. كتحابهم حتى انا عندي شي حاجه، قلت لهم الحمد لله حنا المغرب ديالنا، نحمد الله ونشكروا بملكنا محمد السادس، ما عندنا مشاكل، ما يجريو علينا، ما يديروا لنا حتى شي حاجه. الحمد لله عندنا جنسيه مغربيه، فما بغينا نمشيو الحمد لله نقدروا نمشيو. سو شرحت اليوم هذا الامر بلي انا جيت هنايا على وديت عائله راجلي، ماشي عندي شي مشكل في المغرب، هربت لتركيا. وهذا مكان، وان شاء الله منا نديرو حفله، ولا بدينا كناكلو غادي نسول الناس اذا زعما اش كيفاش نشرح زعما الى قص. كيقولوا لي ساراني البنات اللي كيقراو معايا. المهم علينا، قلت لكم تندخلو ونسولهم الى عجبهم المذاق الطبخ ديالي ولا لا. انا عارفه راسي عندي المذاق، ولكن ما درتش فيه اولا معقوده، اول مره صايبه. المفروض كما قلت لكم ديرها من طحين الزيت، انا ما درتهاش. سويا المهم نخليكم حتى نوريكم القسم ديالنا.
لقيتوني دابا غادا للدار، كنا جينا بجوج طباصل، راجعين بجوج طباصل كيف ميكا وحده. دابا جيت السوق باش نوريكم الاثمنه من السوق الاسبوعي في تركيا. دابا بجوج تيلا، أربعة تيلا، ثلاثة تيلا، وتفاح بثلاثة ونص تيلا، العنب بربعة تيلا. المهم اللي قلت لكم الاثمنه غادي نكتب لكم بالمغربيه. والبعويد بربعة تيلا، شوفوا هنا السبرديلات ناري، واحد السبرديلة عجبتني نمشي نسول على الثمن ونجي. 4 كيلو ديال البطاطا، 4 كيلو ب 10 تيلا. المهم البصله ب 4 تيلا 2 كيلو. ايوا كما قلت لكم غادي نترجم لكم بالمغربيه، حيت ماما وبزاف الناس قالوا لي ورينا الاثمنه في تركيا واش رخيصه ولا شكون غالي، واش المغرب ولا تركيا. ممكن الحوايج البنات غير هنايا خصوصا في هذه المنطقه تركسكو يعني كازلبينان كيغليو الحوايج ماشي بحال اسطنبول. لقيتوني مشيت لسوق واحد اخر، هذا كبر من الاولاني باش نوريكم الاثمنه. المهم لقيتوني جيت للدار وكان موت الصعب، ومن بعدها غسلت انايا الماعن، قديت الماعن وتقدينا شي حاجة يعني. تخيلوا معايا كنت هزة هادي وكنت هزة البصلة، لا البصلة والخيار يعني كنت هزة دوكا ما كان بينش وجعي وديت ندير شي حاجة وكان الصعب. المهم غادي نوريكم في العشيش كندير، ولا طيبنا شي حاجه غادي نوريكم شنو طيبنا شنو كلينا يعني الروتين ديالي انا اش كندير في النهار كامل.